صديقي الأربعيني، صباح الفل. أنا مش عارف إيه اللي ممكن يخليك تبقى راضي بإن يكون وزنك زيادة، وليه تعيش بجسم وزنه زيادة وبكرش وأمراض وكوليسترول وضغط عالي وسكر وأدوية ورغبة جنسية تعبانة وقدرة جنسية برضه تعبانة وعضلات ضعيفة ومفاصل وخشونة؟ إيه اللي جبرك تعيش بالجسم ده في حين إن أنت ممكن تبتدي من دلوقتي تعمل رياضة، أي نوع من أنواع الرياضة، تنزل تمشي تتنطط في البيت تنط اعمل اللي تعمله، المهم إن أنت تحس بتكون بحرك جسمك يوميا 30 دقيقة 40 دقيقة 50 دقيقة اللي يقدرك عليه ربنا، وتكون بتاكل كويس. مالكش حجة صدقني، عايز تعيش صحتك بأمر الله يعني بقوة ونشاط وصحة وسعادة مع عيالك وتتبسط من غير الآلام دي اللي هي أصلا أنت مش مجبر عليها، أؤمر جسمك والامر لله ان انت تنزل تعمل رياضه. جسمك هو تابع ليك مش العكس. المشكله لو انت دماغك اللي مسيطره عليك، لو انت دماغك سايقاك هتفضل كده على طول يا صديقي. لازم انت تكون سايق دماغك، وبالتالي هتقدر تسوق جسمك عادي جدا جدا. جرب كده، قوم انا هنزل امشي دلوقتي، هتقوم تمشي على فكره، هتنزل تعمل رياضه، جسمك هيقول لك لا، هوقفك مش اسحب المفتاح منك مثلا، مش هنزلك من الشقه. سعادتك يا عم يا صديقي، تحياتي.